حسين ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قعدوني بذل يا أخي والصوت ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا يا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي سكنة سكنة يا عم خنج عدة وما بيني وبينك نسند بل كان يفك عينه وننشد يا جرح ما اذيه ومضهد تقلها يا عمي شلون جعده وسهم الذي ناجع بجبده أثاري الخرز ظهر تعد لكن وهو على هالمدة نخبر علي أنا الصار واسدى أنا بخامتي وعيني تنوع فرت من شفته وقاع تعنيتي لو العين تدمع يا ولقيت الشمر فوق تربع وابن اخر حي قام يقطع لقيت الشمر فوق تربع يا وابن احر خي قام يقطع يا حرمه وغريبه ولا قدر منع يا ريت روح ويا تطلع حسين.